378 هو عدد المشاريع التي أنجزتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة فاس همت 190 ألفاً من الشباب. هذه الأرقام ومعطيات أخرى عن حصيلة منجزات ومشاريع المبادرة قدمها ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس بمناسبة الذكرى 13 لإطلاق المبادرة. هذه المناسبة اللي غادي تعطى فيها واحد الحصيلة نتاع إنجازات اللي تنجزت على صعيد العمالة لفائدة الشباب في المجال الرياضي، في المجال الاجتماعي، في المجال التربوي، وكذلك المشاريع اللي تنجزت بشراكة مع المجتمع المدني في إطار البرنامج الأفقي، وكذلك البرامج نتاع المدراء للدخل اللي هي كيف تنقلوا على أنها هي موجهة للشباب خاصة. مشاريع المبادرة بالإقليم شملت مجالات التعليم والثقافة والرياضة والتكوين، وبلغت 1431 مشروعاً تطلب إنجازها أزيد من 1.25 مليار درهم تم إنجازها أو برمجتها بالجماعات التابعة لعمالة فاس بين سنتي 2005 و2017.